عندي نهى من لبنان تقول: ما حكم الصلاة مع إغماض العينين؟ الأصل في الصلاة أن تكون العينان مفتحتين، لكن لو وجدت أنك إذا أغمضت عينيك فإنك يعني تجد شيئا من الإحساس بالخشوع والسكينة فلا بأس، فلا بأس. لكن هو الأصل في الصلاة أن تكون مفتوحة العينين، لكن ذكر أهل العلم أنه إذا كنت تجد خشوعا، مثلا إذا سجدت فوجدت بأن إغماضك لعينيك مدعاة للخشوع والخضوع والذلة والانكسار واجتماع القلب وعدم الوسوسة والتفكير، غمض عينيك بارك الله فيك واستعن بالله، وأسأل الله أن يعني يحفظنا وإياكم أن يرزقنا الخشوع في الصلاة. وقد قلت لكم يا أحبابي الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، هو لبها، هو الذي يترتب عليه الأجر والأثر. إيش معنى الأجر؟ يكتب للرجل من صلاته بقدر ما حضر قلبه، أي بقدر خشوعه، هذا الأجر. والأثر الذي قال الله عز وجل عنه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الصلاة الخاشعة وليست الصلاة الشاردة، الصلاة التي تشرد فيها عن التأمل فيما تقول في مناجاتك لربك وقراءتك وتسبيحك وتكبيرك وتهليلك لله عز وجل.